السلام عليكم. شرحنا النهاردة هيكون عن طريقة زراعة الجرجير من البذور في المنزل. وده شكل بذور الجرجير، بتجيبها من اي محل مواد الزراعة والبذور، بتجيب مثلا ب2 جنيه او ب3 جنيه، بيكفوك كمية كبيرة يعني مش شوية، يكفوك تزرع للمنزل يعني كمية مش وحشة. وبعد كده هنجيب تربة الزراعة، اي تربة زراعة موجودة عندك، هتعبي تربة الزراعة وتزرع في اي حاجة موجودة عندك، يعني اي حاجة ارتفاعها يعني قد كده حوالي 10 سنتي، يعني شايفين يا جماعة ده مش كبير يعني صغير. هنبتدي دلوقتي نسقي التربة قبل ما نزرع عشان بس ما نحركش البذور. هتسقي التربة قبل ما نحط البذور. هتدي ري مشبع لحد ما المية تطلع من فتحات الصرف اللي في الأسفل. والناس اللي ما شافتش الفيديوهات بتاعت تعليم الزراعة هسيبها لك أسفل الفيديو. لازم أي حاجة هتزرع فيها تكون متخرمة من تحت، عشان لما المية توصل للأسفل الماء الزائد يطلع من الإخرام اللي تحت. وبعد ما التربة كده امتصت الماء، هنبتدي نفرد البذور دي زي ما حضراتكم شايفين. هتجيبها بإيديك كده وهتحاول تفرد تبعاتهم بعيد عن بعض بالشكل ده كده. لو انت ديك تقيلة حط على البذور شوية رملة عشان ايه يبقى يكتروا في دي. ممكن تبقى تخفهم لما النبات يطلع، تبقى تخف الزيادة عشان لو البذور مش حلوة، لو طلع معاك تقيل ممكن تبقى تخفهم بعد كده. الخطوة اللي جاية هبتدي دلوقتي هجيب شوية تربة زراعة، شوية صغيرين حوالي نص سنتي، يعني طبقة قد كده، ما تكونش طبقة كبيرة يا جماعة. هنحط طبقة يعني ارتفاع كده نص سنتي فوق النبات بالشكل ده زي ما هنشوف دلوقتي. وبعد كده هنسقي بخاخ او نحط دينا ونسقي من على دينا. هنغطي بالشكل ده. بعد ما غطينا البذور كده هتجيب ايدك كده بالشكل ده وتسقي او تسقي بخاخ لحد ما النبات يطلع ويبقى حوالي 2-3 سنتي. تسقي بخاخ، وطبعا في الاول الزراعه ممكن ما تعرضوش للشمس المباشر، يعني اول 3-4 ايام لحد ما النبات يبدا يبقى بالشكل ده لازم تعرضه للشمس المباشر عشان ما يطولش معاك وينام على التربه. هنحط دينا بالشكل ده ونسقي، وده عشان ما نحركش البذور والبذور تمشي من مكانها. وده شكل الجرجير. طبعا النمو ضعيف جدا عشان البرد، يعني مش سريع في النمو عشان الجو برد. وده شكل الجرجير بعد حوالي شهرين من الزراعة. طبعا الجرجير كان عاوز يتخف شوية عن كده عشان الجرجير تقيل، بس انا ما كنتش فاضي، ومحمد اللي كان بيراعي الجرجير وبيراعي الزرع وكده فهو كان عاوز يتخف شوية ومحمد ما خفهوش. واي حد عنده اي استفسار يسيب لي تعليق وانا ان شاء الله هرد على حضراتكم. والسلام عليكم.